نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب في بداية هذا الحفل تأبينا لذكرى الراحل الكبير تيسير الهواري وتخليدا وتقديرا لعطائه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيانا بيبقى الإنسان عاجز عن إن هو يفكر إزاي يتكلم أو يفكر يطلع كلمات تقدر شخصية ما أو بلد أو كيان كبير. النهاردة حقيقة يمكن من اللحظات اللي أحزنتني أنا جدا إن حصل الوفاة، وأنا كنت في رحلة علاج في فرنسا، وللأسف بلغوني في الأول إن مفيش عزاء، عشان كده ما حجزتش. وبعدين فوجئت بعد كام ساعة إن العزاء في نفس اليوم بالليل. فطبعا اقل القليل ممكن يقدم لشخصيه نموذجيه في تقديري زي الحاج تيسير الهواري، شخصيه انا بسميه رجل المواقف، مواقف في كل المجالات، مش مواقف بس عشان بيحب النادي الاهلي، لا، مواقف اخرى انسانيه مع ناس كتير جدا جدا حاضرين ومش موجودين معانا. صاحب صاحبه باللغه اللي احنا بنتكلم بيها، لانه لما يكون في اي واحد في النادي الاهلي او ينتمي للنادي الاهلي او مسؤول او حتى من الجمهور وهو يعلم او عرف ما بينامش، علشان لازم يقدم حلول ويقدم رؤيه ويقدم فكره لصاحب المشكلة أو صاحب الحدث. ده تيسير الهواري اللي هو الحقيقة يعني أعطى كتير جدا جدا، بقول نموذج عمره ما فكر مرة يطلع في صورة ولا يطلع في حديث ولا يقول أنا عملت أو أنا قدمت أو أنا ساعدت، عمرها ما حصلت. تيسير الهواري مواقف إنسانية زي ما قلت، مواقف مالية ما احبش اتكلم عليها، مواقف رياضية تمست النادي الاهلي كتير جدا، اساتذتنا السابقين، يكون في مشاكل في النادي تمست النادي، مشاكل رياضية او غير رياضية، كان أول واحد بيتطوع ويجي يقدم نفسه ويقدم حلول ويقدم رؤية، لأنه فعلا ربنا أنعم عليه بأنه صاحب ابتكارات، واحد موهوب، موهوب في أنه يعرف مشكلة تلاقيه بيقدم حلول، إنسان عايش للناس، إنسان بيحب الناس جدا وبيحب الخير جدا وبيحب، مش عايز اقول بقى، النادي الاهلي اخيرا جدا جدا يعني. ففي مواقف كتير انا الحقيقه ما احبش ان انا اقولها، لان هو ما كانش بيقولها، لان هو ما اعلنش عنها، بس في مواقف كتير جدا مش عايز اقول ان كان بمعدل كل اسبوع في موضوع تيسير الهواري طرف في الموضوع، هو اللي دخل نفسه طرف وهو اللي بيوجد الحلول. عشان كده يا جماعه فعلا انا بشكر كل الساده الحضور والناس اللي انا عارف ظروفهم ما سمحتش، مثلا زي الكابتن حسن حمدي لانه عمل عمليه وما قدرش انه يحضر النهارده، لكن كل الناس اللي ما حضرتش كلموني وقالوا ان في ما يمنع، زي مثلا برضه الحاج جمال الجرحي كلمني النهارده وقال ان هو تعبان وبرضه طالع من عمليه، ربنا يشفي كل مريض يعني.